في كلام كتير قوي عايزين نتكلم فيه في الحقيقة، وكلام مضحك شوية أو أخبار غريبة شوية يعني كنا متوقعينها وكلمنا فيها من فترات كبيرة فيما يتعلق بالشق المحلي وبطولة الدوري. بس قبل ما نروح للخبر ده خلينا أقول النادي الأهلي خلاص هيواجه فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الـ32 بعد المباراة اللي انتهت النهاردة اللي كانت في 8:02 ظهرا، وانتهت بتأهل فريق كانو سبورت على حساب فريق ميكلي من إثيوبيا. فبالتالي النادي الأهلي من المفترض أنه هيواجه هذا الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتحديد في دور الـ32 من هذه البطولة يوم 13 أو 14 أو 15/9. طيب السؤال هنا، في مباراة تم الإعلان عنها مؤخرا هي مباراة السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك هتكون يوم 18/9، وبالمناسبة مباراة الذهاب هتكون بره أرضنا، مش مباراة الأهلي، هتكون هناك فين؟ في غينيا الاستوائية. سفر طبعا بعيد جدا، انتوا عارفين حضراتكم السفر في أفريقيا بيبقى عامل ازاي. فموقف مباراة السوبر هيكون ايه دلوقتي؟ هل الميعاد هيتغير؟ هيتقدم؟ هيتأخر؟ هنشوف اللجنة المؤقتة هتعمل ايه في الجزئية دي بالتحديد. لكن الأهم احنا خلاص هنلعب فريق بطل غينيا الاستوائيه، وان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يواصل مشواره في هذه البطوله سعيا نحو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الغائبه من فتره كبيره جدا عن النادي الاهلي. طيب موضوع بقى بتروجيت والنجوم والداخليه، النهارده من ساعتين كده بالظبط قررت اللجنه الاستشاريه مركز التسويه والتحكيم الرياضي بقبول دعوه الغاء هبوط انديه النجوم وبتروجيت والداخليه من الدوري الممتاز موسم 2018-2019 معايا. واقامت انديه النجوم وبتروجيت والداخليه دعوه برقم كذا كذا لسنه 2019 ضد الاتحاد المصري لكره القدم في الجانب المستعجل بطلب الغاء هبوط الانديه الثلاثه من الدوري الممتاز الى الدوري الممتاز به. وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي والتي شهدت جلسة اليوم بقبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز. ده خبر حقيقي، خبر حقيقي وكان متوقع بنسبة كبيرة يعني. المهم بالتالي خلينا أقرأ لحضراتكم البيان الرسمي طبقا لموقع في الجول. موقع في الجول قال البيان الرسمي اللي صدر بخصوص هذا القرار وهذا الحكم، أصدرت اللجنة الاستشارية الجانب المستعجل بمركز التسوية والتحكيم حكم بوقف هبوط أندية بتروجيت والداخلية والنجوم واستمرارهم في الدوري لحين الفصل في الجانب الموضوعي للدعوة. صدر الحكم اليوم بالنص على أولا قبول الدعوة شكلا فقط، ووقف إعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم 2018-2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار الأندية الثلاثة ومشاركتهم في الموسم 2019-2020 وذلك مؤقتا لحين الفصل في الجانب الموضوعي. يعني حتى هذه اللحظة قرار شكلي لكن لسه الجانب الموضوعي لسه مش بشكل نهائي، وحالة الدعوة للجانب الموضوعي للنظر فيه مع هيئة التحكيم المختصة لنظر الدعوة. خبر في الحقيقة غريب شوية لكن هو في نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك هو كان متوقع. لو نرجع مع بعض كده شهرين ونص ورا اتكلمنا والنادي الاهلي بالتحديد اتكلم يا جماعه وارد ان يحصل مشاكل لو الدوري تاجل لبعد بطوله الامم الافريقيه، اكيد حضراتكم طبعا فاكرين الكلام ده، وقعدنا حلقات كتير بنتكلم في الموضوع ده، والنادي الاهلي خاطب اتحاد الكره في هذا التوقيت، المسؤولين اللي هم استقالوا خلاص يعني مش موجودين دلوقتي في هذا التوقيت تم مخاطبتهم من قبل النادي الاهلي وقالوا لهم يا جماعه على الاقل خلوا اخر اسبوعين ثلاثه في الدوري يكونوا المباريات في وقت واحد عشان تكافؤ الفرص. يا جماعة موضوع الكيد الأفريقي يا جماعة هتلاقوا ناس كتير بتشتكي ممكن موضوع الهبوط، حصل كلام كتير جدا ومداولات كتيرة جدا. في النهاية اتحاد الكرة رضخ للجانب الآخر اللي ما كانش بيفكر في مصلحة الكرة المصرية في هذا التوقيت. طيب حضرتك دلوقتي هتحلها ازاي؟ التلات أندية اللي هبطوا خلاص كده ممكن يرجعوا، ممكن ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي خلال الأيام اللي جاية. لو رجعوا هتلعب الدوري 21 فريق، طب هو اصلا ما ينفعش دوري يتلعب 21 فريق يا اما 18 يا اما 20 يا اما 22 يعني عشان مباريات يعني الكلام ده. هتعمل ايه؟ هتصعد فريق كمان نبقى 22 ولا هنعمل ايه؟ شفتوا بقى الازمه؟ شفتوا ان الاهلي كان عنده حق في التوقيت ده لما اتكلم مطالب ان الدوري لازم يخلص وان اخر اسابيع لازم تخلص في نفس الوقت او المباريات تتلعب في نفس الوقت عشان تكافؤ الفرص؟ ادي النتيجه دلوقتي. طبعا لجنه مؤقته دلوقتي ما لهمش ذنب، الناس يعني جم ما
لقوا المشاكل دي على طول، وشيء كان ايضا متوقع ان هتلاقي مشاكل، لان المجلس السابق للاسف فشل بشكل كبير جدا في اداره كل الشؤون الخاصه بالمسابقه وخاصه بالكره المصريه بشكل عام، يعني المنتخبات وكل حاجه، كل حاجه سيئه كان حصلت مع المجلس اللي فات في الحقيقه. فالناس اللي جم دلوقتي دول هيحلوا الازمه دي ازاي؟ مش عارفين. فبالتالي خليني اقول لحضراتكم رد الفعل من قبل اتحاد الكره طبقا لموقع في الجول. قالوا ايه؟ قال نعرض حكم الغاء الهبوط على الشؤون القانونيه وجلسه طارئه خلال ساعات. هيبقى في جلسه مع الشؤون القانونيه او اللجنه القانونيه باتحاد الكره المصري عشان نشوف الحل في الجزئيه دي هيكون ايه. قال اسامه اسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكره ان الجبلية تنتظر حيثيات حكم الغاء الهبوط الصادر عن مركز التسويه والتحكيم باللجنه الاولمبيه. وكشف اسامه اللي في الجول سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونيه ثم على اللجنه المديره للاتحاد برئاسه عمرو الجنايني. وفي نفس الاطار طبقا يعني موقع في الجول الجنايني قرر عقد جلسه طارئه مع اللجنه القانونيه لاتحاد الكره لمناقشه الحكم يوم الاربعاء القادم. والطويله طبعا هو رئيس نادي النجوم قال لموقع في الجول اتخذنا الخطوات السريعه او الصحيحه بدايه من لجنه التظلمات في اتحاد الكره ومركز التسويه والتحكيم باللجنه الاولمبيه كذلك. واكد سنتجه لاتحاد الكره في حال عدم التطبيق سناخذ قرارات تصعيديه بالاتجاه للفيفا تمام والمحكمه الرياضيه الدوليه في حال عدم التنفيذ. واوضح الطويله انه تلقى نسخه من الحكم قالت اصدرت اللجنه الاستشاريه بمركز التسويه والتحكيم الرياضي حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام 2018-2019 وما يترتب عليه من اثار مع ابقاء الانديه الثلاثه موسم 2019-2020. يعني المفروض كده ان هم يبقوا معانا، اهلا بيهم في الدوري الممتاز 21 فريق. في المقابل كمان مصدر اخر في اتحاد الكره قال ايه من خلال اليوم السابع، قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه. يعني هم بيقولوا القرار ده مش ملزم خالص وان ده قرار فني. هقرا لكم برضو الخبر عشان نوضح لحضراتكم كل الامور ماشيه ازاي وايه اللي ممكن يحصل بعد كده. كشف مصدر قانوني اتحاد الكره ان قرار اللجنه الاستشاريه مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز الاخير غير ملزم لاتحاد الكره. قال المصدر انه سبق وحصل نادي الشرقيه على حكم مماثل بعدم الهبوط للقسم الثاني ولم ينفذه اتحاد الكره لان هذا الشان فني يخص مجلس اداره اتحاد الكره وليس اداري او قانوني خاضع لمركز التسويه، معلقا لن ننفذ قرار مركز التسويه. طب الناتج عن ده هيبقى ايه؟ مش عارفين لسه. واصدرت اللجنه الاستشاريه بمركز التسويه والتحكيم الرياضي حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب النتائج الدوليه. ده الخبر اللي احنا قلناه. هبط فريق الداخليه وبتروجيت، من احنا عارفين الداخليه وبتروجيت والنجوم كانوا هبطوا يعني. آخرة القصة دي هيكون إيه؟ الإجابة هتكون خلال الأيام اللي جاية، بس ربنا يستر، لأن كده برضو دي أزمة جديدة للكرة المصرية، لأن صعب إن أنت تلعب الدوري ب 21 فريق والقصة هتكون طويلة، وارد إن يكون في طاعون، وارد يكون في كلام، الدنيا مطولة يعني. خد كده إيه الفترة الجاية كلها كلام عن القصة دي، وهنلعب الدوري بكام فريق، وهل فعلا هيتنفذ القرار ده ولا مش هيتنفذ، هنشوف الدنيا هتخلص على إيه. الأهم مصلحة الكرة المصرية دائما، لأن في الحقيقة احنا ما عندناش كرة في مصر بالمنظر ده، عندنا مشاكل بس، عندنا مشاكل كروية في مصر، لكن ما عندناش كرة حقيقية في مصر، لأن الناس اللي بتدير مش عارفة تدير. مش بتكلم على الجداد لأن الجداد لسه ما لحقوش، لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بيقولوا يا هادي كده. أول ما قالوا يا هادي لقوا مشاكل قد كده على الترابيزة قدامهم يعني. فللأسف ده ناتج عن سوء الإدارة من المجلس الماضي، مجلس اتحاد الكرة السابق واللي استقال بعد الإخفاق الكارثي للمنتخب الوطني المصري في بطولة الأمم الأفريقية وخروجه من دور ال 16. هنتابع الملف ده على مدار الحلقات القادمة وهنشوف الأمور هتوصل لحد فين. نتمنى الصالح دايما للكرة المصرية وإن اللجنة تنجح في إيجاد الحلول لهذه الأزمة. طيب بالنسبة ده هيكون طبعا أول تحدي يعني لهذه اللجنة، هنشوف القرار بتاعهم هيبقى إيه. ملف المدرب الاجنبي للنادي الاهلي، ترقب كبير من كل الجماهير الاهلاويه بالتحديد ومن كل الجماهير المصريه بشكل طبيعي جدا انه مدرب النادي الاهلي. المدرب الاجنبي طبعا بنسبه كبيره خلاص يعني بنسبه كبيره تم الاستقرار على اسمين، في واحد منهم التفاوض ابتدى، الاتصالات المكثفه ابتدت بشكل كبير، والاسم الثاني هيكون ايضا في الصوره لحد اخر اللحظات تحسبا لعدم اتمام التعاقد. لكن باذن الله الامور في النهايه خلاص، الرتوش الاخيره بتخلص ساعات قليله، وباذن الله هيتم الاعلان عن مدير الفني الجديد للنادي الاهلي. ترقب الاعلان من لحظه للتانيه، ممكن
كمان شويه يتم الاعلان عن المدير الفني بكره بعده، يعني قرب الموضوع، قرب والملف قرب يخلص. وفي الحقيقه كل المسؤولين في النادي الاهلي اشتغلوا على هذا الملف بشكل مميز جدا جدا وسري جدا، لان حضراتكم طبعا تابعتوا من خلال حلقاتنا خلال الفتره اللي فاتت اسماء كتيره قوي، جنسيات كتيره قوي مرشحه لتدريب النادي الاهلي. لكن الاعلان دايما زي ما قلت لحضراتكم هيتم من خلال القناه، قناه النادي الاهلي والموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد، فترقبوا هذا الاعلان.